والفداء وما أكثر الشباب المجاهدين الذين خرجوا جهادا في سبيل الله. أنا أقول لحضراتكم، عار على مصر أن تسجن وأن تعتقل المجاهدين في سبيل الله، عار على مصر أن تعتقل وتسجن فضيلة الشيخ محمد شوقي الإسلامبولي، شقيق خالد الإسلامبولي الذي رد لمصر اعتبارها والذي خلص مصر من طغيان السادات. نقولها صراحة إن المنصة مرتبطة بالظرف والتاريخ، ولكن الرئيس السادات اعتدى على حرية شعبه واعتدى على حرية وطنه. لسراء عشرات الأسر إذا به يضحي بكل ذلك من أجل أن يخلص مصر من طغيان السادات. عار على مصر أن تستمر في سجن المجاهدين في سبيل الله. أقول للإسلاميين الذين يتناطحون اليوم على الانتخابات وعلى القوائم الانتخابية وعلى صدارة المشهد السياسي وعلى صدارة المشهد الإعلامي، عليكم أن تتعلموا من هؤلاء الشباب ومن هؤلاء المجاهدين الذين تواروا خلف الأسوار. عليكم أن تتعلموا التضحية، إن هناك بابا كبيرا في الإسلام اسمه الصدق، اسمه الإيثار، إيثار الإخوة، اسمه العدالة، يقوم على القانون، يقوم على الإنصاف. نعم، نحن نطالب المجلس العسكري الذي نجح في صفقة الجواسيس أن يتحرك ويضع عمر عبد الرحمن في اعتباره. إن لم يقدم المجلس العسكري حتى الآن طلبا، ولم يجعل الدكتور عمر عبد الرحمن في حيز التنفيذ، عليه أن يتحرك، يدع هذا التباطؤ وهذا التقاعس، فإن مصر في حاجة إلى علمائها، إلى أبنائها، إلى هؤلاء الذين ضربوا مثالا للصدق والوفاء، إلى التضحية والبذل والعطاء. لم يأخذوا شيئا من هذا المتاع ومن هذه الدنيا، لأنه استوى عندهم الذهب بالتراب، واستوى هذا المتاع بهذا البؤس وهذا الفقر. أسأل الله أن يتقبل أخي أحمد عمر عبد الرحمن شهيدا عنده، وأن يرزق مصر الأمن والسلام. شكرا لكم أيها الإخوة.